سايكل كونفرترز ممكن يكون عندي 1 فيز تو 1 فيز، ممكن يكون عندي 3 فيز تو 1 فيز، ممكن يكون عندي 3 فيز تو 3 فيز. كيف ممكن يكون عندي ال 1 فيز تو 1 فيز رسمناه المره الماضيه، ولاحظوا حتى الريكتيفايرز اللي موجودين ممكن يكون 1 بلس، ممكن يكون 2 بلس، ممكن يكون 3 بلس، ممكن يكون 6 بلس، ممكن يكون 12 بلس. متذكرين هاي الاشياء 12 بلس؟ ايش بحتاج ل 12 بلس ريكتيفاير؟ 2 3 فيز 2. كيف بجيبهم؟ كيف بجيب ترانسفورمر اللي هو فيز شيفتنج ترانسفورمر؟ خلينا نطلع على مثال على ال 6 بلس ال 3 فيز تو 3 فيز. طبعا ليش بروح هون 3 فيز تو سنجل فيز؟ بخفف من الهارمونكس، بتحسن شكل السيجنال. متذكرين السنجل فيز تو سنجل فيز شكل الويف فورم رح يطلع زي هيك؟ مثلا لو عملت انا كومبليت سايكلز، هذا مشكلته فيري ريتش ان هارمونكس. هلا حتى لو عملت كمان هون مثلا فايرنج، حاولت اعمل فايرنج، ممكن احسن شوي الهارمونكس واتحكم بالفولتج، بس كمان بضل محدود. اذا رحت على 3 فيز تو 1 فيز بتحسن مع الهارمونيك كونتنت، بنزل الهارمونيك كونتنت الموجود بالسيجنال. ناخذ مثال على 3 فيز تو 3 فيز، شوفوا شو راح نعمل بال 3 فيز تو 3 فيز. راح ابني هون انا سميتها دبل بريدج ريكتيفاير. الدبل بريدج ريكتيفاير راح يدخل لهون 3 فيزز. هلا شو يعني دبل بريدج ريكتيفاير؟ ايش راح يكون فيها؟ 2 ريكتيفايرز باك تو باك. إذا متذكرين الـ 6 pulse rectifier control rectifier، هاي واحدة هاي راح يصير عندنا 1 2 3 4 5 6 وهي R وهي S وهي T. وإيش راح يكون فيه؟ كمان واحد بس معكوس تماما، فراح يكون عندي هيك وبعدين هون هيك. هاي واحد هاي اثنين ثلاثة خمسة ستة، هاي اسمها البوزيتيف جروب وهاي النيجاتيف جروب. هون نفس الشيء رح يدخلها R و S و T. إذا حطينا بتحط التشوك، نحط التشوك، هاي التشوك وهاي يطلع من الأوتبوت. اوكي هاي الاوتبوت كلها 3 فيز وبيطلع 2 اوتبوت من هون، هاي 2 اوتبوت، هاي واحد هاي الثاني. راح يكون في عندي كمان واحد هون وهذا راح ينشبك معاه وبعدين راح يجي الثالث من هون. راح احط بس دي بي ار نفس هذا، وهون دي بي R نفس هاد. طبعا نتذكر انه هذا بيقدر يعطيني بلس ماينس وبيقدر يعطيني ماينس بلس. دكتور هاي 3 ايش؟ هاي 3 فيز تو 3 فيز؟ 3 فيز تو 3 فيز، هذا مثال على 3 فيز تو 3 فيز. وهون عندي راح ينزل هاد، لانه هدول كلهم الاشياء الكبيره اللي كنا نحكي عنها راح تكون زي هيك 3 فيز تو 3 فيز، واحتمال هذا يكون 12 بلس. يعني في داخله في محول. يعني 12 بلس ريكتيفيكيشن. هلا انا رسمته هون 6 بلس. بس ممكن يكون هذا 12 بلس ريكتيفاير عشان يخفف الهارمونكس. وين؟ اللي ساحبها من السورس. لا اللي ساحبها من السورس. وبعدين عندي هاي هون الثالث وهي هذول الثلاثه. هذا عندي هون هاي 3 فيز سبلاي. هلا شوف شو راح نعمل الان. راح اشبك الكومن، راح اشبك كومن، هو اسمه كوم، انا سميته كومن بين هدول. هذه راح تكون كانها ستار بوينت، وهون راح يطلع معي هاي الاول هاي الثاني هاي الثالث. وين راح اشبكهم؟ خلينا نسميهم هذول يو في ودبليو. راح اشبكهم على 3 فيز ستار كونكتد لود. ممكن اشبكهم على دلتا، ما فيش مشكله. فهذا راح نسميه يو وفي. اوكي فهذا صار 3 فيز تو 3 فيز، وفي داخل كل واحد احنا حاطين تشوك. هذول النقطتين هم نفسهم بلس ماينس ماينس بلس اللي كانوا هون. فهذا صار 3 فيز تو 3 فيز سايكل كونفرتر. طبعا موضوع السايكل كونفرتر طويل جدا، بدخل في الهارمونكس. لو بندخل في الهارمونكس في كمان موضوع طويل جدا، ايش كيف بعمل اليمينيشن بالاوتبوت هارمونكس وهكذا. يعني موضوع طويل بس هاي احنا اخذنا فكره عنه.